بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم احبتي الطلاب في بداية حصتنا اليوم يا خامس خلونا مع بعض نحل الواجب اللي كان معنا في الحصة الماضية عن الوسط والوسيط والمنوال والمدى طلبنا منكم إيجاد هذه القيم للبيانات المعطاة التالية فأولا رح نبدأ في إيجاد الوسط الحسابي لهذه البيانات نراجع قانون الوسط اللي هو X بار يساوي مجموع القيم على عددها رح نجمع هذه الأرقام ونقسمهم على 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 نقسمهم على 10 مجموع هذه القيم رح يطلع معنا 70 جمعتهم أنا على جنب نقسمهم على 10 ويساوي سبعة إذا الوسط الحسابي يساوي سبعة هلأ نيجي للوسيط ما هو الوسيط؟ وهي القيمة التي تقع في الوسط أو في منتصف القيم أو البيانات المعطاة لكن أولا يجب أن نرتب هذه البيانات تصاعدي أو تنازلي خلونا نرتبهم مع بعض أصغر قيمة عنا الاثنين اثنين اثنين في عنا منها مرتين هذه اولا بعدين هاي بشطب عشان ما انسى بعدين الستة عنا واحد اثنين ثلاث اربعة ستة اربع مرات بعدين بعد الستة كم تسعة هاي مرة وهاي مرتين تسعة تسعة بعدها عشرة مرة واحدة وبعد العشرة آخر إشي بيجي الأربعة عشر، فهيك بنكون احنا رتبنا البيانات تصاعدياً، هلأ بنبلش نشطب الأرقام من طرفي البيانات، قيمة من اليمين وقيمة من اليسار وهكذا، واحد، وأيضاً هون وحدة من هون وحدة، ومن هون وحدة ومن هون وحدة، بيتبقى لدينا قيمتين او رقمين في الوسط ما بنشطبهم لكن نأخذهم شو حكينا بنعمل فيهم وبنجد الوسط الحسابي بينهم كيف يعني نجمع ستة زائد ستة تقسيم كم عددهم واحد اثنين نقسمهم على اثنين كم يساوي ستة زائد ستة اتناش تقسيم اثنين يساوي ستة اذا هذه هي قيمة الوسيط الوسيط يساوي ستة هلا نيجي للمنوال ما هو المنوال هي القيمة الأكثر تكرارا بين هذه البيانات المعطاة خلونا نشوف أولا نبدأ الاثنين كم مرة كررت أو كم مرة تكررت واحد اثنين تكررت مرتين اللي بعدها الستة واحد اثنين ثلاثة أربعة إذن الستة تكررت أربع مرات اللي بعدها التسعة تكررت التسعة مرتان، وأيضا العشرة تكررت مرة واحدة، وبعدها آخر إشي الأربعة عشر تكررت أيضا مرة واحدة، فالقيمة بين هاي القيم التي تكررت أكثر إشي اللي هي الستة، إذا نحكي المنوال يساوي ستة وهي القيمة الأكثر تكرارا آخر شيء عندنا المدى ويساوي أو نرمز له بالرمز آر كابيتال ويساوي أعلى قيمة أو أكبر رقم ناقص أدنى قيمة أي أصغر رقم أعلى قيمة ناقص أقل قيمة فإذا المدى يساوي أعلى قيمة ناقص أدنى قيمة هذا هو قانون المدى طب هلأ ما بين هاي القيم إيش أكبر رقم اللي هو 14 وأصغر رقم 2 نطرحهم من بعض 14 ناقص 2 كم يساوي 12 إذن هذه تساوي R كابيتال وهي المدى إذا المدى يساوي 12 وهيك نكون حلينا الواجب إن شاء الله تكون نفس الإجابات اللي طلعت معكم ويعطيكم العافية